مرحبا اخوان الاعزاء، هذا الفيديو راح اوضح شلون نقدر في حالة يعني فقدان نظام سوبر كونسول اكس شلون نقدر نصور نظام من جديد، شلون نقدر يعني نحرق على فلاش مربوطة بالجهاز نفسه. هو طبعا هذا الفيديو اجنبي بس راح احاول يعني اترجمه واوضح ايش جاي يسوي بالضبط. طبعا اول مرة احنا نشتري اي رام ذاكرته مثلا 128 او اكثر، وراها شو نسوي؟ نربطها بال عفوا من هاي الفقرة نربطها بالحاسبة. من نربطها بالحاسبة لازم ندوس كليك يمين ونفرمتها على فات 32، ورا ما نفرمتها على فات 32 ننزل برنامج هسه راح يوضحه هو بالفيديو. طبعا قبل البرنامج لازم ننزل النظام، النظام اللي راح نستخدمه هو ميولك فيرجن 4. فيرجن 4 شنو هذا اسمه؟ جينيريك. بس خلينا نكتب جوجل حتى اوضح لكم الفقره. ميولك 4.0 ندخل على هذا الرابط. هذا نعوفه من اصدار 4.5، نروح ادمن اصدار 4. هذا اصدار 4 ننزل جوا تمام. بعد ننزل شوية اكو هاي كلمة اسيست، دوس على السهم راح تطلع لنا الاصدارات النازلة. احنا نختار اصدار هذا اللي هو جينيريك ايمج دوت جي زد، هذا اللي راح نحمله. رغم نحمله ونكمل نرجع للفيديو. طبعا عفوا هذا هنا راح يحمله، طبعا هو ورا ما حمل وكمل ينزل برنامج اسمه بالينا اتشر. هذا بالينا اتشر يحرق القرص مال النظام مال السوبر كونسول على الفلاش. نقدر نكتب بالجوجل بالينا اتشر، خليني اوضح لكم شلون نقدر نحمله. نروح لجوجل نكتب بالينا اتشر، هذا هو تحميل بسيط جدا، مجرد هذه وضع الفقرات وقلي داونلود فور ويندوز 68 او 64 بالحالتين هو يشتغل. ورا ما حملته وكملت هنا أنا راح يختار النظام اللي احنا نزلناه احنا اللي هو هذا ميولك. ورا ما استخرج ضغط منه هو بدون ما يعني فتح، مجرد قبل حريقة راح يحرق هنا على الفلاش. سوى قرص وهم عليه راح يطلب صلاحيات من سي ام دي وراح يدي محل الفلاش وكمل. هسه شنو الفقرة الجاية؟ الفقرة الجاية هذا الايمج هذا مال غير جهاز مو نفس السوبر كونسول، فمن مجرد نخلي الفلاش بالسوبر كونسول راح تطلع نافذة واقفة يعني ما تتحرك أو يعني ما جاي يتعرف عليه. إحنا الجهاز اللي عندنا اللي هو السوبر كونسول هسه نعرف وين الإيمج مالته الخاص بي. نروح للديفايس تريز بعد ما حرقنا طبعا القرص دخلنا على الفلاش، نروح لهذا الملف هذا ريلتك واي فاي، هذا يعني يتقبل معالجات اكس 905 أو هذا اللي هو نفس المحاكي البروسيسور مال الجهاز. نقول له كوبي، نرجع على سطح الفلاش ونقلب بيست هنا. حسنا نحذف هذا القديم الايمج القديم شيفت ديليت نوبا، هذا نسميه نفس اسم ذاك القديم اللي هو ايمج دوت دي تي بي، عفوا دي تي بي دوت ايمج راح يسميه هسه هو، راح يقول يس. حس انتهينا من هالخطوة مباشرة نثبته بالجهاز، نرجع بالكونسول او بالفلاش او عفوا بالجهاز نربط الفلاش، نفصله من الحاسبه نربطه هاي طبعا خطوه مهمه لازم قبل لا ننقل الالعاب الى لازم نربطها بالجهاز على مود يهيئ جزء من البارتيشن بالفلاش يسميه الاي اي رومز. هالاي اي رومز نخليه بيه الالعاب، راح يدي محل تكوين البارتيشن، راح يدي نصب. حسنا نعرف عليه الجيم بات
جيمبات نختار الحرف الانضباطي علينا وبنبدي الحرف، كل يعاز كل دقمونش يشوف شنو اللي قابله. ستارت مثلا سيلكت نعرف يعني الجويستيك على الجهاز، وراه ما كملنا وخلصنا جاهزين نفصل الفلاش نطفيه. نبدأ ننقل العاب، وين ننقل العاب؟ بالاي اي رومز. اذا الاي اي رومز ما طلع عندنا، مرات الاي اي رومز ما يطلع عندنا، ما يتعرف عليه الكمبيوتر كبارتيشن، بس نقدر مثلا نستخدم برنامج ديسك، برنامج اسمه ديسك جينيوس. هذا برنامج اسمه ديسك جينيوس، نقدر ننزل من جوجل طبيعي، نكتب مجرد اسمه. انا افضل لو نستخدم هاي الخطوه مباشره، نستخدم برنامج اسمه ديسك جينيوس، راح يطلع لنا البارتيشن ما معروف عليه هنا. نعم. مجرد ما ندوس هنا ندوس هنا يطلع ملفات، ندوس عليه كليكين تطلع لنا ملفات اللي هو اللي نبحث هنا. طبعا الاي اي رومز بالفلاش نسحب الالعاب كلها نخليها هنا، راح يبدي ينقل من هنا يكمل، معناها نقلت الالعاب عندنا. طبعا طول خطوه حجم الالعاب اللي عندنا، ورا ما نكمل نربط الفلاش نقل الالعاب طالع. هنا هو ايش راح يسوي؟ راح يحمل الثيم، هذا الثيم يرتب الالعاب، يعني مثلا كل العاب وقسمها، يروح لل طبعا للابديت ثيم، يروح للثيمات راح يختار ثيم معين. الثيم هو الحال اسمه كريستال، احنا هذا كريستال ما يفيدنا، نريد نحمل ثيم ثاني اسمه، اسمه